التقى رئيس البرلمان العربي عادل العسومي مع الدكتورة فاضلي زون رئيس منظمة برلمانيون جنوب شرق آسيا ضد الفساد ونائب رئيس المنظمة البرلمانية العالمية لمكافحة الفساد. نعم، حيث تبادل الجانبان وجهة النظر بشأن دور البرلمانيين في مكافحة الفساد والتعاون المؤسسي بين البرلمان العربي وهاتين المنظمتين المعنيتين بمكافحة الفساد، وكذلك التعاون مع المنتديات البرلمانية الآسيوية مثل المنتدى البرلماني لآسيا والمحيط الهادي والجمعية البرلمانية الدولية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا. وجرى استعراض آليات العمل المقترحة خلال الفترة القادمة على نحو يمكن من خلاله تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم قضايا الدول العربية والإسلامية. من جانبه أعرب الدكتور زون عن تقديره للبرلمان العربي والدور الذي يقوم به، معربا عن حرصه على توثيق علاقات التعاون مع البرلمان العربي.